للأسبوع الثاني على التوالي تساهم الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة بتوزيع المواد الغذائية في منطقة جليب الشيوخ المعزولة احترازيا بسبب فيروس كورونا. وساهمت القوات الخاصة في تنظيم وتوزيع السلات الغذائية في 5 أماكن متفرقة بمنطقة جليب الشيوخ بمشاركة جمعية الهلال الأحمر الكويتية وجمعية إحياء التراث الإسلامي. وحرص المنظمون على إيصال المساعدات الغذائية إلى المستفيدين في مناطق سكنهم سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. هذا الأسبوع الثاني على التوالي، تمام، في أكياس سابقة وفي وجبات سابقة تم توزيعها، وهذه يمكن مرحلة من المراحل اللي راح قاعدين نقدم فيها. جمعية إحياء التراث يعني جزاهم الله خير قدموا اليوم تريلا، وفي قبلها بعد حتى أكثر من لجنة قدموا. يعني عندنا اليوم بالجليب ما يقارب 5 مواقع، يعني بفضل الله وزعنا تقريبا 10,500 وجبة غذائية كاملة ومتكاملة إن شاء الله. أبو محمد، طريقة التوزيع شلون تسيطرون على الأعداد الكبيرة؟ يمكن واحد يتكرر ياخذ موضوع التكرار، يعني الإذن في موضوع البطاقة المدنية في إعطائها علامة معينة حتى إنه ما يقدر يرجع لك في نفس الوقت. لما يجين الأسبوع الجاي بنفس البطاقة فيها نفس العلامة مو مشكلة، بس ما يقدر يرجع لي في نفس الوقت. فالعلامة هذه اللي هو عقوتهم تعفيه إنه ما يرجع مرة ثانية. المعتاد دائما يقولون إن القوات الخاصة هي لحفظ الأمن والأمان، احنا اليوم في خدمة إنسانية وقاعدين نبذل كل قصار الجهد إنه يكون العمل إنساني عشان لا يتحول إلى عمل أمني، ها، والمحافظة على الاستقرار الموجود داخل الجليب. طبعا أعزائي المشاهدين، كما ترون أمامكم آلاف من السلات الغذائية تقوم بتوزيعها جمعية إحياء التراث الإسلامي وإعدادها إعداد جيد بحيث تختار الأصناف المهمة اللي تحتاجها الأسرة والأفراد. وطبعا الاهتمام في عملية الإعداد، ليش؟ لأن الإعداد في منطقة هذه كبيرة، فنحن نقوم بإعداد كبيرة جدا لتوزيعها لضمان انتشار أكبر قدر ممكن من السلات الغذائية على الأشخاص وعلى العوائل عشان يستفيدون بشكل كبير.